ما حكم الحصول على الجنسية الكافرة؟ وانا يا سوكري سوكدا سوكري يتبون يلا سيغدا نيلي هلام تتندي تنم بي سيبري هم بالي هلام تنغا يا ولا كيف تنغا تتري تنم بي سيبري بي سيغدا نيلي هلام تمورنا لك يتلينم مبيغدا ويند الحمد لله بيغرفا جلي عربيني ويند. عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل فأجاب حفظه الله بقوله مرا يرمتي سوقان بلغلي بوم دي كلامي امبيلغي مولغي موقع سنغي يمر يهور بونت الشيخ عبد الله بن جبريل وإن يولسا وإن يافن يولسا تمورا نالك نمورا قومن هي تبوي من اضطر إلى طلب جنسية تليه لام سواتيغين yatirane tanan tirambo tingbi sebre dawlatun kafira tiya tingnin hampali hilam tinge tanawa tirambo tingbi sebre ne ting hampali hilam tinga tiya wala bdige hilam ye tingoma ma de hilam men ko pam boy tirgil zinye ma ba pam zinye yime hinan lalye tiwa yatida ta king ting hampali hilam tinga tiran solo bene nandi ko tingbi sebre mora yelam tiwa yajuzu lahu dhalik وقد كان سيغدا نيل لام تاتنديك تين بي سيبرهام بالي لام تينا وقد كان ني الحان كان بشرط مرا يلم تي شرط هم بيبيني تاتنديك تين بي غا سيبرهام بالي لام تينا يا تاين نينغا ان يظهر دينه با وان تي ليك تين بي لا بي مور كون تين فين غا دينه ويكون متمكنا من اداء الشعائر الدينيه لا يين نينغ مهنان تون كون كو دينه تود ما يلا يال فينسا. وأما الحصول على الجنسية أما الهلام وتغنبو تنبي سبري مبا الهلام تنغا من أجل مصلحة تبين تمود مينغي تيادوني انتيرا مينغا بلا لا نتغنبو تنبي سبري مبا الهلام تنغا فلا أرى جوازه لما رأيتني فاني وقد كانت سيغداني الهلام توتغن ديك تنبي سبري دوني ينغ بالي والله أعلم أدموني يدمينم وطولا مرأيك لي سقرها سقبوم نينغو.